متتبعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم. احنا الان كنتواجدوا بالدار البيضاء بالضبط جهة الدرب اللف. هذا الصباح نرفضوا الحالة للحظر الصحي في هذه المنطقة، ونرفضوا لكم الاجواء كيفاش عاملة. كما عرفتوا سجل هذا الصباح 22 حالة إضافية، الناس اللي تصابوا الله يجيب لهم الشفاء إن شاء الله، اللي ولا المجموع 676 حالة إصابة بوباء كورونا. الله العلي القدير يشافيهم ويشافي الجميع إن شاء الله، وترجع بلادنا كيف ما كانت. احنا اليوم الصباح خرجنا نشوفوا جهة الدرب غلف، واش الناس ملتزمين بالحجر الصحي، واش الناس كيخرجوا غير للضرورة القصوى باش ننقذوا ونفوتوا هذه المحنة ان شاء الله كاملين، نحدوا من هذا الوباء ان شاء الله. كما كتشوفوا الناس خارجين اللي كيتقطع كاملين، معرفتش اللي كنطلبوا المواطنين وكنترجاوهم اللي ما عنده ما يدير في الصنقه يبقى في دارو، لسلامته وسلامه العائله ديالو وسلامه الناس المحيطين به، باش نحدوا من هذا الوباء هذا ان شاء الله ونتصروا عليه. مقربين من السوق هنا بالضبط كما كتشاهدوا مشاهدينا، هنا في منطقة الدرب غلف بالضبط واطو معارف دار بيضاء. نرسلوا لكم الأجواء كيفاش كيمر الحجر الصحي هذا الصباح. السوق في جهة السوق، واش الناس محتارمين مسافات المسافة اللي باش ما يتأذى حتى شي حد. كما كتعرف السلطات والقياد المقدمين الشيوخ كلهم كيديروا مجهوداتهم. مجهوداتهم باش ما ينتشرش هذا الوباء وباش الناس ما يخرجوا غير للضرورة القصوى. شي لا يخرجوا يحافظوا على المسافة بعضياتهم أمكن بما أمكن باش ما ينتشرش هذا الوباء. كتشوفوا باقا الدنيا شويه عامره، باقا الناس كتخرج، واش كلهم حاجه ضروريه الله اعلم. المهم الناس كتقطع هنا انا تكون ليش خالص كما كتشوفوا ما محتارمهاش. كاين راه قدام.
غير اللي كنطلبوا الناس اللي كيتقطعوا الله يرحم الوالدين يحاولوا مسافه الامان بيناتهم يردوا البال راسهم. هذا الوباء راه كينتشر بسرعه كثيره وكبيره ما يمكنش لك تحصرو، ما كتعرفش الوقت حتى كدوز 14 يوم وتبان الاعراض ويكون اللي عطا الله عطاه تقدر تؤدي ديالك الاب ديالك الى كان مرض الله يستر. كنتمناو السلامة للجميع، هذا الله يخليكم. اي مواطن خرج يتقطع حافظ على المسافة بين وبين الشخص الاخر باش يرجع سالم ونفوتو هاد المحنة ان شاء الله جميع اللي كيعيشها المغرب وكيعيشها العالم كامل. باقي الناس اللي شوفوا السحام الله يهديك الله يهديك الله يهديك. السلطات كما كتشوفوا يوميا كيخرجوا حملات تحسيسيه وفرض حظر التجوال ما يكونش السيبة وما يكونش المرض هذا الشيء راه للصالح ديالنا حنا الاولين كمواطنين. باش الله يستر ما توقعش شي حاجه اللي نقدروا نوصلوا لشي شي كارثه. نشوفوا حبابنا كيما ماتوا كما قلت الحالة الوبائية المستجدات ديال هذا الصباح اللي تأكدها 22 حالة من 20 حالة اللي خارجة متأكدة من كورونا. فيروس كورونا كيولي المجموع دابا 676. نتمنى الله نفيقوا شي صباح وما نلقاو حتى حالة، نلقاو زيرو حالة دوز إن شاء الله. ويسالي هذا الكابوس اللي هو صراحه كابوس كنشوفو. اللي مطلوب منا فقط الالتزام، ما مطلوب حتى شي حاجه، الالتزام في البيوت ونبقاو في ديورنا ما نخرجوش. حتى الا خرجنا للضروره القصوى والا خرجنا نديرو الوسائل ديالنا المسافات الامان باش ما يتصاب حتى شي واحد فينا. نديرو التعقيم، نحاولو النظافه كل شويه، نغسلو يدينا بالماء والصابون، اي حاجه ما نجيوش نقيسوها وما نقيسوش وجهنا.
باش ما تنتقلش العدوى. نتمنوا المغرب الامن والامان والاستقرار يا ربي، ويفوت هذا الكابوس ان شاء الله اجمعين، يكون بخير ان شاء الله. تكون مسافة الحمد لله الخير موجود في البلاد، كاين الخضره كاين الفواكه كاين اللحم كاين اللي بغيتي، يعني ماشي بالضروري ان الناس يتزاحموا على الخضره ولا الملحم ولا سميتو، تبقى مسافه بيناتهم تيسالي سالي الانسان اللي قدامك وتجي بالنظام ان شاء الله ونفوت هاد المحنه كاملين. الانسان ياخذ الحيطه والحذر ديالو، اي حاجه ما يقيسهاش وما يقيس وجهو، لقى شي حاجه ينطط في يدو كل شويه، يعني مسائل بسيطه. هاد المسائل البسيطه يمكن لينا نتغلبوا على هاد الوباء. الحمد لله كما كتشوف الخير موجود، كاين الحوت كاين اللي بغيتي كاين الحمام. كاين الاماكن اللي محترمه الحجر الصحي ومحترمه
محتمه المسافه بين المواطنين و كاين اماكن الله يهديهم الله يهديهم. هذاك الشيء راه خطير، كنتمنوا انهم يستوعبوا ويفهموا على ان المساله راه مساله خطيره جدا. كنتمنوا انهم اللي ما خرجش يخرج الا الضروره القصوى، او حتى الا خرج يخرج ويكون تباعد بينه وبين المواطن الاخر، وياخذ الحيطه والحذر وينظف يديه كل شويه. المساله راه عاديه وسهله، وان شاء الله تفوت المحنه. كما كتشوفوا كما شفتوا سوق شعبي، الناس باقا ما محتارماش بنسبه كبيره. كنتمنى الله يهديهم يستوعبوا هذا الشيء ان شاء الله، ونفوتوا هذا الوضع ان شاء الله. كما كتعرفوا كازا هي المرتبة الأولى في عدد الإصابات. كنتمناو الكازاويين كاملين يستوعبوا أننا أمر خطير ويحافظوا على أرواحهم، يحافظوا على مسافة الأمان، ويحافظوا على النظافة ديالهم، وما تبقاش تجمعات يا ربي، وما تتفوت هاد المحنة إن شاء الله. وإن شاء الله راه 20 أفريل قرب، ما بقى والو، الإنسان غير يصبر شي شوية. راه حالة استثنائية ما كيعيشهاش غير المغرب بوحدو، راه كيعيشها العالم كامل. كما شفتوا كاينين الدول اللي ما خداتش الاحتياطات ديالها بشكل سريع، راه كتشوفوا حالة كارثية. الحمد لله حنا المغرب بفضل المسؤولين ديالهم، بفضل المسؤولين ديالنا الحمد لله داركوا الأمر قبل ما توقع الكارثة، وداروا إجراءات استباقية اللي دول كثيرة ما دارتهاش. خصنا نستغلوا هذه الفرصة، وخصنا نستغلوا هذا الوقت اللي ربحناه، ما نضيعوش بيننا هذه الفرصة، ونكونوا حنا من الدول الأولين اللي حدينا من انتشار هذا الوباء إن شاء الله. وراه ما كاين غير الخير ان شاء الله، ومازال الحياه مستمره، ومازال كل شيء خير ان شاء الله لقدام ان شاء الله يا ربي.